يعني نحن اعتدنا على قراءة الكف أو الوجه أو فنجان القهوة أو التنبؤات أو إلى ما هنالك، ولكن أن نعرف المستقبل والماضي والحاضر والطالع من خلال المؤخرة، هذه قصة جديدة، ولكن هل هي دراسة؟ هل هو علم أو شيء آخر؟ في الواقع. صباح الخير توني. أنا أكيد يا توني أنك أنت قبل ما تجيب على هالبرنامج كونك أنت حريص على مصداقيتك، أكيد أنك خليتها تقري لك بتيزك. شو معقول تكون لقيت لك بتيزك؟ أكيد لقيت ماضيك بتيزك، حاضرك بتيزك، ومستقبلك بتيزك، ولقيت الكارير تبعك كلها بتيزك. هلا أنت تتقبل تفتح هيك موضوع عن التيزان ببرنامجك؟ أكيد أنا بقول لقيت أشياء بتخص غيرك بتيزك كمان. والأهم من هيك يا توني، واللي بدي قلك إيه، إنه مش مهم هي هالبنت شو قاري بتيزك، المهم أنا شو قاري بتيزك. العمر بيخلص وشغل البيت ما بيخلص. هيلا يا واسع.